سماع القرآن الكريم وجمال التجويد، طلبة وطالبات من كل بلدية ولاية تيزي وزو تنافسوا لانتقاء المتميزين في آيات الذكر الحكيم. والشمس وضحاها والقمر حفظت 15 حزب، بديت نحفظ عند لما كنت ربع سنين، وأنا يا فرحانة وبغيت نكون من الأوائل. أشكر ربي ذم زوالو، الحمد لله مبضى ذاقية المسابقة نصف النهائي، أكذا عن تنسالة من نوضى النهائي أن ربح ذم زوالو، وهي بمثابة لقاء يعني ثري بين حملة القرآن الكريم. هذا شرف لي أن أشارك في هذه المسابقة، وأتمنى أن أكون من الفائزين إن شاء الله في هذا النصف النهائي. إن شاء الله، يعني دائما لا نقول ليس هنالك خاسر في القرآن الكريم. طبعة عرفت مشاركة 13,000 قارئ، تم تأهيل الأحسن منهم وفق شروط معينة، شروط السن، شروط حفظ القرآن، بعض الأحزاب من القرآن الكريم سواء للبنات أو البنين. ربطنا هذه المسابقة باسم عالم من علماء الجزائر، وأردناه أن يكون من المنطقة لربط الماضي بالحاضر. تم اصطفاء واختيار منهم حوالي 700 بين مشارك ومشاركة، سنخلص إن شاء الله إلى النهائي ب28 بين متسابقين ومتسابقة، و28 هذو إن شاء الله سيخضعون إلى دورتين تكوينيتين من أجل الرفع من مستواهم. هم طلبة تميزوا في حفظ كتاب الله ليكونوا خير خلف لخير سلف، في انتظار المتوج بتاج القارئ المتميز.